بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في تغطية خاصة للمؤتمر الصحفي اللي إن شاء الله هيقام الساعة الواحدة في فرع أو مقر النادي الأهلي بالجزيرة لتقديم المدير الفني الأسباني الجديد لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي ديفيد ديفيس الأسباني، واللي تعاقد مع النادي الأهلي لمدة 3 سنوات. تفاصيل أكيد هنعرفها في المؤتمر الصحفي، وطبعا مش بس تقديم المدير الفني بل ايضا تقديم المساعد ان شاء الله، مساعد الكرواتي اللي هيتولى المسؤوليه مع مستر ديفيد، مستر لوسيرت المساعد، يعني جهاز فني مدير فني ومساعد اسباني وكرواتي. وبالمناسبه الاثنين ليهم تاريخ كبير سواء كلاعبين او مدربين في المجال التدريبي، والحقيقه ده طبعا هذا التعاقد ياتي في دعم مجلس اداره النادي الاهلي للفرق المختلفه. كره اليد يمكن السنه اللي فاتت شهدت اهتزاز بعض الشيء في المستوى، وتم التعاقد مع مدير فني جديد، ولكن الدعم لم يتوقف عند هنا. اكيد طبعا بنوجه الشكر اكيد لكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، ومعالي الوزير العام فاروق نائب الرئيس، والحقيقه المجلس كله لا يتاخر ولا يتوانى في دعم الالعاب الاخرى كما هو الحال في كره القدم. وخليني اقول لحضراتكم يعني انه المدير الفني سيتولى المسؤوليه بعد عوده الفريق ان شاء الله من بطوله العالم التي تقام الان في الدمام. ولكن قبل ما نتكلم بالتفاصيل والسيرة الذاتية لكل منهم أو لكل منهما، خليني الأول أقدم تحية كبيرة لجمهور النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي الحقيقة اللي بيسطر يعني ملحمة كبيرة سواء من الكويت العاصمة الكويتية إلى الدمام في المملكة العربية السعودية. جمهور النادي الأهلي يعني بيكسو الملاعب باللون الأحمر، وهي دي قوة النادي الأهلي. قوة النادي الأهلي الحقيقية هي محبيه وعشاقه على يعني في كل مكان وفي كل مدينة. النادي الاهلي لما بنقول انه اعظم نادي في الكون، وليس هذا ليس كلام الحقيقه، روح في اي حته العب، العب في اوروبا، العب في اسيا، العب في امريكا الجنوبيه، العب في اي مكان، هتلاقي جماهير النادي الاهلي متواجده محبه عاشقه تشجع من كل قلبها. شفنا جماهير النادي الاهلي في مباراه بنفيكا البرتغالي، مباراه التاهل لدور قبل النهائي في المجموعه، قد ايه كانوا يعني الحقيقه عاملين ملحمه كبيره ابهرت كل الفرق، يعني حتى يعني مشاركه النادي الاهلي يعني غابت شويه عن بطولات العالم، ولكن مشاركة النادي الأهلي هذه المرة يعني الحقيقة أبهر كل الفرق. كل الفرق بقت بتعمل حساب كبير إنها نازلة تلعب، والصالة كلها متواجد فيها جمهور لا يكف عن التشجيع نهائي. كل التحية لجمهور النادي الأهلي العظيم اللي الحقيقة من هنا بنقدم له التحية. وخليني أقول لكم يكفي نصف ساعة فقط حتى تنفذ التذاكر. امبارح كانت تم طرح التذاكر لمدة نصف ساعة بالضبط ونفذت عن بكرة أبيها، كما كان الحال في الكويت، كما كان الحال في الدمام، في أي مكان. هنشوف كمان في مباراة السوبر القادمة في كرة القدم جمهور الأهلي في كل مكان. من هنا بنقدم لك التحية، بنقدم لكل فرد من جمهور النادي الأهلي البطل الحقيقي رقم واحد أو اللاعب رقم واحد، بنقدم لكم كل التحية. أكيد يعني خلينا استعرض مع حضراتكم سريعا السي في لكل المدير الفني الجديد ديفيد ديفيس يعني سريعا، وهنتكلم بالتفصيل مع ضيف اللي هيشرفني بعد الفاصل كابتن هشام عبد الوهاب المدير المدرب العام لفريق السيدات لكرة اليد بالنادي الأهلي، والمدرب العام بالمناسبة لفريق الرجال السابق، فهنتكلم معاه أكيد بعد الفاصل بالتفصيل عن السي في. بس خلينا استعرض مع حضراتكم السيرة الذاتية لكابتن ديفيد ديفيز. طبعا ولد في برشلونة وطبعا ساحب مسيرة كبيرة كلاعب، وتوج بطلا لدوري أوروبا 3 مرات إلى جانب كونه بطل العالم مع منتخب أسبانيا سنة 2005، وشهدت مسيرته التدريبية العمل في أندية ومنتخبات عديدة بعد أن سبق له قيادة فاردار ومنتخب روسيا ومنتخب مصر ونادي فيسبريم المجري واحد اكبر الانديه في اوروبا. وطبعا بفكركم وكان حصل على المركز الثامن مع منتخب مصر في بطوله العالم، ودي كانت بدايه العوده الحقيقه سنه تقريبا 2018 او 2017، دي كانت بدايه عوده منتخب مصر العالميه مره اخرى. وحقق المدير الفني الاسباني عديد من الانجازات ابرزها كونه احسن مدرب في دوري بطوله اوروبا 2020، يعني الكلام بنتكلم في يعني احداث يعني قريبه جدا 2020، افضل مدير فني في اوروبا، وحصوله على بطولتي الدوري والكاس في مقدونيا 2022 الى جانب تتويجه بلقب كاس المجر. خلينا نروح طبعا للسيره الذاتيه لمستر فينيو لوسيرت المدرب العام الكرواتي، وشارك في اكثر من 200 مباراه مع منتخب كرواتيا، وحصل معه كلاعب على الميداليه الذهبيه في الالعاب الاولمبيه مرتين عام 96 وعام 2000، وافضل لاعب في كرواتيا سنه 1997، وله مسيره احترافيه كبيره على مستوى الانديه، ولعب في كرواتيا واسبانيا وفرنسا وبولندا والدنمارك. وعلى صعيد التدريب فقد عمل مدرب حراس المرمى في منتخب كرواتيا وفريق فيسبريم المجري وفريق فاردار
المقدوني، وعمل مدرب حراس مرمى مع منتخب مصر في 2018. اثنين، تعاقد مع جهاز فني بهذا القدر الفني اكيد هيكون في اضافه كبيره في الوقت اللي فرقتنا دي صوره طبعا مستر ديفيد ومستر لوسيرتو المدير الفني، لوسيرتو المدير الفني والمدرب العام بتجمعهم مع بعض صوره. النهارده هيكون المؤتمر الصحفي هيتقدم وهيتكلم معاهم الصحفيين في كل شيء، التعاقد لمده 3 سنوات وهكذا يخطط النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما ينظر الى بعيد، اسس لفرقه صغيره السن منذ 2 أو 3 لم يتخذ الطريق الاسهل الا وهو شراء النجوم بالملايين، ولكن فضل مجلس اداره النادي الاهلي ببناء فريق شاب واعد، وده اللي هنشوفه اكيد في الايام القادمه والشهور القادمه. وبدانا الحمد لله نجني الثمار في انجاز الحقيقه كبير. نعم النادي الاهلي صاحب اكبر انجاز في بطولات العالم فضيه، ولكن النهارده النادي الاهلي اول فريق عربي وافريقي يفوز على بطل اوروبا بنفيكا البرتغالي في مجموعه ويتاهل قبل النهائي، ده انجاز كبير جدا. وها هنا بدانا نجني الثمار، مجلس اداره النادي الاهلي ورؤيته والنشاط الرياضي ورؤيته. ان شاء الله الخمس ست سنوات القادمه اكيد النادي الاهلي هيتربع وهيحصد البطولات. هنا يعني دي كانت مقدمتنا. خلينا بقى طبعا يعني استاذنكم لو يعني ماشي خلاص اوكي. طيب احنا وقائع المؤتمر الصحفي، وقائع المؤتمر الصحفي هيكون في مقر النادي الاهلي بالجزيره، وهيتم تقديم طبعا المدير الفني والمدرب العام، وهيكون الكلام عن كل شيء الحقيقه. ويعني اكيد هم ليهم خطه طموحه، وبالمناسبه هو الاختيار كان بعنايه لعده امور من وجهه نظري، انا بتكلم من وجهه نظري او من وجهه نظر متابع للاحداث جوه النادي الاهلي. اختيار هذا المدير الفني كان ليه شقين، شق فني ومقدراته الفنيه الكبيره، والشق الثاني انه ليس بعيدا عن مصر، هو تولى منتخب مصر ويدرك وعلى درايه كامله بالجيل الموجود سواء شباب او جيل لعيبه كبار او لعيبه ذو خبرات. هو كان موجود من 3 أو 4 سنين ومتابع جيد لكره اليد المصريه وساهم في بناء النهضه الحديثه يمكن من 3 أو 4 سنين، فهو ليس ببعيد. وكان في هناك تحدي كبير مع مجلس اداره النادي الاهلي انه يستطيع التعاقد مع مدير فني ومدرب عام بهذا الحجم وهذا القدر من الفنيات، ولكن نجح مجلس ادارته بحسم يعني التعاقد. وزي ما قلت لحضراتكم ان الفريق ده يعني شاب، فريق واعد، فريق يعني عنده امكانيات كبيره. نعم كان في اهتزاز في النتائج فتره واخرى، ولكن مع هذا الاهتزاز كنا بنحصد البطولات. يعني كان في بطولات بدليل كاس الكؤوس الافريقيه السنه اللي فاتت، السوبر الافريقي السنه اللي فاتت ايضا بناء عليه تاهلنا لكاس العالم. يعني وانت بتبني فريق بتحصد البطولات، وده الصعوبه. يمكن النادي الاهلي وجمهوره يطمع في حصد جميع البطولات، والحقيقه ده حق مشروع للنادي الاهلي وده الطبيعي، ولكن عندما يبني فريق النادي الاهلي يبني فريق، هنا التحدي الصعب ان انت وانت بتبني فريق وبتعمل ريبليسنج للعيبه بلعيبه صغار السن وكفاءات كبرى مع جهاز فني، انت محتاج هنا تكسب بطولات. هو ده النادي الاهلي، مش بس ببني يبقى انا اخسر البطولات، لا. طيب احنا عندنا لسه في الموسم بطولات لسه الكثير، عندنا لسه دوري طبعا الدوري العام شغال، بعد كده دوري السوبر المحترفين، وبعد كده عندنا في بطوله ابطال الكؤوس في السوبر الافريقي، لسه عندنا الحقيقه بطولات كثيره هذا الموسم، موسم طويل. يمكن حتى الان او بعد بطوله العالم انتهت 3 بطولات، ولكن يبقى 4 أو 3 آخرون، والحقيقه احنا يعني اكيد محتاجين هذا الدعم الفني. طيب ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه؟ اكيد المدير الفني هيتكلم باستفاضه عن خطته التدريبيه، عن خطته في كل شيء، ومراسلنا في ارض الملعب اكيد هيساعدونا في لقاءات نقدر من خلالها نعرف ونقدم هذا التعاقد. خليني اقول لكم ان التعاقد لم يتم الاعلان عنه الا مؤخرا، يعني بعد ان تم التعاقد ووصول مستر ديفيد ديفيز الى ارض الوطن، النادي الاهلي بيعلن هنا عن التعاقد وليس قبل. النادي الاهلي دايما ليه سيستم في التعاقد ان الاعلان ياتي بعد الامضاءات وبعد التوقيع وبعد قدوم اللاعبين او الاجهزه الفنيه. الحقيقه السنه دي خليني اكون صريح مع حضراتكم، السنه دي كان في دعم كبير جدا جدا للالعاب الاخرى سواء باللاعبين على اعلى مستوى، بدايه بكره السله وقدوم طبعا وولتر هوج احد افضل اللاعبين في المنطقه واللي بيساهم بشكل كبير في اداء فريق كره السله. وخلينا اقول لكم كمان يعني مستر اجوستي بوش ده يعني احد افضل المدربين اللي جم مصر في تاريخ كره السله، والراجل يعني بيبني فريق جديد وبيصعد مجموعه من الناشئين، فالدعم في كره السله رجال شغال. نتكلم على السيدات، حدث ولا حرج، التعاقد مع لاعبين جدد، ميرال اشرف، هاله شعراوي عودتها مره اخرى، التجديد للاعبين انتهت او لاعبات انتهت عقودهم هذا الموسم، التعاقد او تجديد التعاقد مع كابتن طارق خيري توفير الاستقرار للفريق، الفريق حتى الان ماشي بشكل جيد.
ايضا فريق كره السله اول بطوله بيوصل فاينل بطوله عربيه. وطبعا كلنا تابعنا اللي حصل وازاي المباراه النهائيه النادي الاهلي خسر فرق باسكت، يعني حتى خسارتنا خساره دايما بتكون في شرف وفي النهائي. نروح لكره الطائره، كره الطائره رجال، كيف تم الدعم بلعيبه على اعلى مستوى سواء المحترفين مركز اربعه او الليبرو، ايضا تجديد اللاعبين اللي انتهت عقودهم في وقت يعني بيعج الاضطراب ويعني زي ما بيقولوا في عدم استقرار في اتحاد اللعبه نفسه، اتحاد الكره الطائره، شايفين عدم استقرار غير مسبوق الحقيقه من اتحاد الكره الطائره وفوضى، خلينا اقول ان دي فوضى الحقيقه في اتحاد كره الطائره، ولابد من يعني الوقوف. وزي ما انتم حضراتكم شايفين عقود بتخرج من الاتحاد ويتم اذاعتها على الهواء، عقود بتتاخد من الاتحاد، دوري بيتم الاعلان عنه مؤخرا انه هيبتدي في شهر 11، تاخير الدوري بفعل فاعل ومتعمد تاخير الدوري، وحضراتكم عارفين ليه طبعا بيتم تاخير الدوري. ومع ذلك النادي الاهلي دعم فرقته لكره اليد لكره الطائره رجال، ايضا السيدات تم دعمهن بـ 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 يعني بكل ما يعني ارادوه. كابتن حمدي الصافي كل طلباته تم اجابتها، التعاقدات الجديده تم التعاقد معاها. هنروح لكره اليد سيدات، يعني كابتن محمد عادل زولا وضيف العزيز النهارده كابتن هشام الحقيقه تولوا المسؤوليه وتولوا المسؤوليه في وقت يعني مهم، يمكن الفريق كان عنده دروب السنه اللي فاتت ولكن تم بناء فريق جديد وتم توفير يعني الدعم للفريق. ايضا الرجال حضراتكم شايفين، والنهارده المؤتمر الصحفي هو اكبر دليل على ذلك. اعزائي المشاهدين خليني اطلع لفاصل وارجع بعد الفاصل عشان استقبل ضيفي العزيز كابتن هشام عبد الوهاب، هتحدث معاه عن كل شيء في اطار طبعا الدعم ومستقبل كرة اليد بعد هذا التعاقد، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه طبعا برحب بضيفي اللي منورنا كابتن النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر كابتن هشام عبد الوهاب، مدرب عام فريق السيدات الحالي لكره اليد والمدرب العام السابق للفريق الاول لكره اليد الرجال. اهلا بك يا كابتن. اهلا بك كابتن هيثم ومشجعينا ومتابعين جنب النادي الاهلي في كل مكان. منورنا، وطبعا نتمنى اكيد التوفيق، وحضرتك دايما ضيف خفيف يعني على قلوبنا. ربنا يخليك يا كابتن هيثم، احد يعني رموز النادي الاهلي في كره اليد. كابتن، شايف النهارده التعاقد ازاي؟ شايف الامور ماشيه ازاي؟ شايف هل التعاقد مع مستر ديفيد ده دعم كبير للفريق؟ يعني كلمنا عن الموضوع ده، خاصه ان انت كنت في قلب الاحداث السنه اللي فاتت وكنت مع كابتن داني في النيجر وبطوله السوبر الافريقي. اتفضل. يمكن كان هناخد الموضوع من عند داني المدير الفني السابق للنادي الاهلي، ويمكن انا كان ليا الشرف ان انا كنت موجود معاهم في الرحله بتاعه النيجر اللي بناء عليها كسبنا السوبر جلوب. ويمكن الحته اللي هي ترانسميشن او النقل، حته الانتقال من اللعب المحلي او من ان انت تبقى بتلعب مع مدرب او عقليات محليه الا ان انت تتنقل للعالميه. يمكن انا كان ليا وجهه نظر في اللقطه ديت في الاول، ان هو ان انت محتاج حد يعلم اللعيبه السيستم او طبيعه السيستم عامله ازاي. داني كان موجود في المرحله دي وكان يمكن انسب واحد موجود للمرحله دي بناء على الرؤيه للكابتن خالد العوضي، وقعد اتكلم معاه. ويمكن انا كان ليا شرف برضو ان اتكلمت مع كابتن خالد العودي ونقلت له وجهه نظر ان احنا محتاجين فتره ان اللعيبه تتنقل من الاطار المحلي للاطار العالمي. داني كان ليه دور مؤثر جدا ان هو ابتدى يحفظ اللعيبه يعني ايه سيستم، او من الامل يعني، او بمعنى اصح ان هو ازاي نبتدي نحط ونرسخ فكره ان يبقى فيه سيستم بنلعب بيه، ما يبقاش فيه اللعب العشوائي، ما يبقاش فيه اللعب اللي هو اي حد ياخد قرار في اي لقطه. يمكن اللقطه دي كانت كويسه جدا او كانت محطه كويسه جدا بالنسبه لداني ان هو يبتدي ينقل اللعيبه للمرحله اللي بعديها. ديفيد هتبقى المرحله بتاعته الاخطر اللي هي مرحله بروفيشن، اللي هو بيبقى اكتر ان هو الاحترافيه، ان هو لعيبه بقت عارفه يعني ايه سيستم، وابتدي بعد كده نرسخ الكلام دوت. ويمكن اللعيبه تاثيرها ابتدى يبان في الماتش الاخير. نعم. تاثير ان السيستم يعني استوى وفي نفس الوقت يعني ايه سيستم، يعني سيستم يعني اخر كوره بتنهي اخر كوره بتكتك. هو ده السيستم، هو ده النظام، مفيش عشوائيه في اللعب. فبالتالي ساعدنا كتير قوي ان احنا نحط سيستم اللي المفروض ان شاء الله ديفيد ان شاء الله يبقى الاساس ان احنا نكمل بيه من الليفل دوت للليفل اللي بعديه. اشكرك على المقدمه الفنيه الجميله يا كابتن، واستاذ حضرتك خلينا نروح طبعا لمقر النادي الاهلي بالجزيره ومراسلنا من ارض الملعب محمد توفيق ومريم سميح. اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن هيثم، تحياتي لحضرتك ولضيفك الكريم كابتن هشام عبد الوهاب وبزميلتي العزيزه مريم سميح
كل مشاهدينا ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، والمؤتمر الصحفي لتقديم المدير الفني الجديد لفريق كره اليد الرجال بالنادي الاهلي الاسباني ديفيد ديفيز. يعني اعتقد مدير فني كبير يليق بتاريخ وقيمه النادي الاهلي، خاصه مع النتائج الهائله اللي بيعملها فريق كره اليد النادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه بالسعوديه والوصول للدور قبل النهائي. ان شاء الله كل يعني دعواتنا ودعوات كل جماهير النادي الاهلي بالتوفيق للفريق النهارده ان شاء الله في مباراه نصف النهائي امام حامل اللقب، وان شاء الله يكون الوصول للنهائي مع يعني وصول مدير فني جديد لمقر النادي الاهلي بالجزيره النهارده ان شاء الله. يعني لحظات ويبتدي المؤتمر الصحفي، هيكون بحضور طبعا المدير الفني ديفيد ديفيز المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، وكابتن خالد عوضي المدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي، وعدد كبير جدا من وسائل الاعلام اللي مهتمه كالعاده بحضور مؤتمرات صحفيه النادي الاهلي اللي اعتقد بتليق بقيمه واسم النادي الاهلي. واعتقد كمان يعني مدير فني يا مريم بس فيه محترم يليق بقيمه النادي الاهلي وبتاريخه. دي حقيقه فعلا يا توفيق. بس خليني الاول ارحب بيك طبعا، برحب بيك يا كابتن هيثم، وبرحب طبعا بضيفك في الاستوديو كابتن هشام عبد الوهاب، وبكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. يعني يمكن زي ما توفيق قال، يمكن سي في محترم وكبير جدا الحقيقه ان مستر ديفيد ديفيس هو قيمه طبعا في عالم كره اليد. والنهارده هيكون معايا طبعا الجهاز الفني، هيعرفنا على الجهاز الفني المعاون ليه، واكيد طبعا مساعده فانيو لوزرت. الحقيقه ان فانيو لوزرت كمان الحقيقه ان هو ليه سي في ايضا كبير جدا في عالم كره اليد، وده الحقيقه يعني يمكن مبشر كل جماهير النادي الاهلي المهتمه بالالعاب الاخرى وعلى وجه التحديد طبعا كره اليد ان هم هيشوفوا نتائج مبهره خلال الفتره المقبله. الحقيقه يعني ان طبعا كلاعب طبعا مستر ديفيد الحقيقه ان هو حصل على دوري ابطال اوروبا يمكن 3 مرات، كمان يمكن بطل العالم مع اسبانيا في 2005، وحصل ايضا على افضل لاعب في دوري ابطال اوروبا في عام 2020، وطبعا يعني درب منتخبات كتير من ضمنها منتخب روسيا ومنتخب مصر ايضا، وكمان يمكن حصل على بطولتي الدوري والكاس في مقدونيا 2022، ده طبعا الى جانب تتويجه بلقب كاس المجر. طبعا يمكن زي ما بنتكلم الحقيقه على مستر ديفيد ديفيز، الحقيقه ان هو على الرغم من ان يعني فريق كره اليد طبعا النادي الاهلي محقق انجازات كبيره جدا في بطوله سوبر جلوب، ولكن يعني يمكن الناس مطمنه شويه ان الفريق في الفورمه يا توفيق، وان هو هيرجع يمكن مستر ديفيد هيستلمه وهو فريق قوي، ولكن الحقيقه خلينا نقول ان هو قدامه تحديات كبيره جدا. يعني طبعا بدءا من استئناف دوري المحترفين، ايضا يمكن كاس السوبر الافريقي طبعا اللي هيستضيفه النادي الاهلي طبعا على صاله الامير عبد الله الفيصل من 22 ل 25 ابريل المقبل، ايضا بتليها طبعا بطوله هامه جدا وهي البطوله الافريقيه للانديه ابطال الكؤوس في ابريل ايضا. ده اكيد اذا كان بيدل على حاجه بيدل على انه قدامه مهمه شاقه جدا خلال الفتره المقبله. وكمان يعني يمكن مستر ديفيد طمن الجماهير ان هو عارف قيمه جماهير النادي الاهلي، وان هم لا يقبلوا ابدا بالخساره، لان هو الحقيقه وجه لهم رساله هامه جدا وقال لهم ان هو عارف او ان هو يعني هيبذل قصارى جهده ان هو يكون قادر على صنع فريق، قادر على تحقيق الفوز خلال الفتره المقبله. بالفعل يا مريم، وطبعا يا كابتن هيثم يعني خطوه ممتازه جدا من مجلس اداره النادي الاهلي واداره النشاط الرياضي، وكمان اعتماد يعني اول امس في اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي اعتماد عقد مستر ديفيد ديفيز لمده 3 سنوات قادمه. اعتقد ده عقد طويل الامد مع مدرب كبير ومحترم، ان شاء الله يشوف دوت ويتعكس على نتائج الفريق في الفتره المقبله يا مريم، خاصه ان احنا ان شاء الله نامل في تكرار انجاز 2007 لما النادي الاهلي استضاف بطوله العالم هنا للانديه، وان شاء الله يكون وصول فريق النادي الاهلي اليوم باذن الله للمباراه النهائيه، وان شاء الله يكسر انجازه السابق، وان شاء الله يتوج بالبطوله، وتكون بطوله اعتقد يعني مهمه جدا للنادي الاهلي، وان شاء الله خلال 3 سنوات قادمه تكون بطولات كتير جدا، وكل التوفيق للنادي الاهلي ويبقى دائما رقم واحد. كمان كابتن هيثم اتفضل. زملائي الاعزاء طبعا محمد توفيق ومريم سميح، بشكركم شكرا جزيلا، تغطيه وافيه يعني الحقيقه، ونقلتوا لنا كل ما نريد ان نسمعه. خلينا ارجع لك يا كابتن، يعني يمكن الحديث هنا موصول لحضرتك ان انت شرحت حاجه كويس، النادي الاهلي دلوقتي بيدور على العالميه، النادي الاهلي عايز يوصل بالفرقه بتاعته الى العالميه، وده الكلام اللي اكده طبعا كلام يعني اعزائي المراسلين في ارض الملعب، انه التعاقد بحجم مدير فني زي ده، وانه موافقته ان يتم التعاقد. في العادي المديرين الفنيين بيحب يتعاقد سنه بسنه مثلا او سنه ونص، انما عشان مدرب كبير زي ده يترك اوروبا ويجي يعني يتعاقد مع النادي الاهلي او يوافق على التعاقد لمده 3 سنوات، فهنا هو شايف النادي الاهلي نادي كبير وانتمائه ليه عايز يبقى اطول فتره. كلامي ده صح يا كابتن؟ مظبوط في مليون في الميه. بس احب اشكر طبعا الاول الاعداد والبرنامج الزملاء في الاعداد والزملاء اللي موجودين هناك على القدر الوافي من كميه المعلومات اللي الواحد خدها في وقت قصير قوي. طبعا زي ما حضرتك بتقول يا كابتن هيثم، هو زي ما قلنا ان احنا في سيستم بيتحط،
السيستم بيتكلم عليه اللي هو ان احنا عايزين لعيبه موجودين. يعني حضرتك بتتكلم على عدد السنين بتوع الاتفاق مع العقد مع كابتن مع ديفيد. ده بناء على ان في مشروع موجود او في بروجكت بيتعمل، في حاجه بتتحضر بقالها اكتر من سنه، او بنتكلم اقل من سنه تقريبا، لبروجكت يتحط لمده بنتكلم عليها اللي هي لمده 5 سنين. ففي خلال ال5 سنين ده بقى مشروع، المشروع دوت محتاجين فيه عشان حد يدير المشروع دوت محتاجين حد يديره باحترافيه. فهو دوت يعني بالظبط ديفيد ليه ميشن او مهمه، المهمه بتاعته صعبه قوي في ان هو يوفر كل المتطلبات اللي الفريق محتاجه عشان يقدر يواكب الفرق العالميه زي ما بيحصل دلوقتي في كاس العالم للانديه. وخليني اقول لحضرتك انه يعني كنا زمان بنشوف الاهتمام بكره القدم والمؤتمرات الصحفيه وتقديم المدربين المديرين الفنيين الاجانب، كنا يمكن واحنا لعيبه بنلعب كنا يعني نخبط هذا يعني نقول يعني اشمعنى طيب يعني جاء اليوم دلوقتي اللي احنا ما شاء الله حتى في اليد في السله في كل الالعاب الاخرى بنلاقي تقديم للمديرين الفنيين بشكل يليق بالنادي الاهلي. شايفين حتى الرعاه الجدد يعني اعلاناتهم موجوده ورا مراسلنا، يعني شايفين زي ما تقول حضرتك قلت بروجكت جديد مش بس كره القدم ولكن بروجكت عام لالعاب النادي الاهلي. يعني راي حضرتك في الكلام ده ايه؟ هو بالظبط زي ما لسه حضرتك بتقول كده، هو بقى بروجكت، هو النادي حاطط سيستم او حاطط فيه رؤيه. الرؤيه ديت ما بقتش على لعبه بس، لكن هي على جميع الالعاب. يمكن السبوت موجود دلوقتي على الهاندبول واحنا مبسوطين بده جدا لان ده ما كانش بيحصل قبل كده. زي ما حضرتك بتقول بقى في دلوقتي احنا في اكتر من قناه بتذيع الماتشات بتاع كاس العالم للانديه، بقت فرصه اكتر لينا ان احنا نشوف، بقت فرصه اكتر لينا ان احنا نبقى متواجدين، بقت فرصه اكتر ان احنا نشوف ان احنا عندنا فرقه دلوقتي بتواكب الفرق العالميه. فهو ده المطلوب، هو ده في الاخر ان احنا المطلوب ان احنا نبقى موجودين في وسط الصفوف العالميه، والحمد لله ده موجود من باولاد النادي اللي موجودين اللي بيعملوا الكلام ده. نعم. طب كابتن النهارده ما ينفعش يبقى حضرتك معايا وما اتكلمش عن مباراه النهارده. مباراه النهارده وطبعا ماجدبرج الفريق الالماني اللي هنواجهه النهارده في تمام الساعه 5 باذن الله في قبل نهائي بطوله العالم. شايف المباراه قريبه، يعني الفرقه علت طموحاتنا، وجود الجماهير بنوجه لها التحيه كبيره في ارض الملعب كاننا بنلعب في ارض مصر بالظبط، وطبعا اكيد ارض المملكه السعوديه دي ارض بلدنا الثانيه يعني. ولكن انا بتكلم عن مباراه اليوم، مباراه النوم وارد فيها المفاجات دايما في الهاندبول، يعني دايما وارد المفاجات، وان شاء الله مش هنتكلم عليها كمفاجات، احنا هنتكلم عليها على ارض الواقع. على ارض الواقع احنا كسبنا فرقه من الفرق المصنفه دول اوروبا امبارح، اول امبارح انا اسف، وكانت ملحمه. يعني يمكن انا اسف ان انا اقول الكلام دوت، انا كل شويه بتفرج على اخر دقيقه في الماتش، كل شويه وانا في اي حته، لان ده الاحساس اللي احنا محتاجينه، ده اللي احنا محتاجينه من وقت للتاني ان احنا نشوفه ونشوف اخواتنا الصغيرين واولادنا وكل المنظومه بتاعتنا موجوده بتعمل الكلام دوت او بتعمل الشو ده. ومش بس كده، الكلام ده ما حصلش على ارضنا المصريه، ده كمان على حصل على ارضنا على ارض الاشقاء السعوديين، واللي هو الفخر ان موجوده الاعداد بالجماهير ديت ان هي عشان تروح تشجع كره اليد اللي هي اللعبه بالنسبه لنا شايفينها ان احنا بالنسبه لنا طبعا احنا بالنسبه لنا رقم واحد، لكن بالنسبه للناس دايما مش كره القدم دايما رقم واحد، ودايما كان عندنا الحته دي، لكن الجماهير اللي كانت موجوده في الصاله ديت تخليك وانت موجود في الملعب تحرك الحجر تطلع كل اللي عندك تطلع كل اللي عندك وتموت نفسك، وده اللي حصل فعلا. فطبعا من اللقطه الاخيره لاخر مباراه للماتش بتاع ماجدبرج ان شاء الله، اعتقد ان احنا عندنا دلوقتي الحافز، وزي ما حضرتك بتقول ان احنا بقى في طمع ان احنا نقدر نلعب مع الفرق. الموضوع بقى عباره عن هو بيلعب بسيستم، حضرتك بتلعب بسيستم كمان، احنا كمان بنلعب بسيستم، ما بقيناش الفرقه اللي زمان قبل كده كنا بنلعب شويه ممكن يكون في شويه تدخل عشوائي، لكن النظام الاسباني او دخول النظام الاسباني في مصر من اكتر من 4-5 سنين سواء مؤثر على منتخب مصر او على النادي الاهلي حتى كمان للانديه المنافسه، بقت المدرسه الاسبانيه موجوده في كل حاجه. صحيح. فبالتالي الكلام ده التاثير بقى تاثير فعال جدا، بقى سيستم موجود، اللي بيحصل في النادي بقى هو اللي بيحصل في المنتخب. طيب انا كمان محتاج اعرف يعني تفاصيل فنيه اكتر النهارده من خصمنا القوي طبعا ماجدبرج الفريق الالماني، بس خلينا اسمع راي حضرتك بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا وتغطيتنا المستمره والحصريه للمؤتمر الصحفي وتقديم المدير الفني الجديد لكره اليد ديفيد ديفيز، ولكن بعد الفاصل. ويحقق النتيجه اللي تليق بالنادي الاهلي وبتاريخ النادي الاهلي وبشعبيه وجماهيريه النادي الاهلي الكبير. الكلمه الان للكابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الاهلي، فليتفضل. السلام عليكم.
في البدايه بحب ارحب بكل الساده الحضور، الساده الاعلاميين والساده الافاضل الموجودين، والاستاذ اكيد الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، والاستاذ خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي، ودكتور سعد شلبي، وكل الساده الحضور يعني بشكركم جدا على حضوركم النهارده. أكيد أول حاجة بتكلم فيها عن مجلس الإدارة، دي أول مرة التقي مع الإعلاميين فهكلم نبذة سريعة جدا. مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب بيولي اهتمام كبير جدا 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 بكل النشاط الرياضي في النادي الأهلي. عندنا تارجت زي ما بيقولوا مع مجلس الإدارة، مجلس الإدارة بيدي دعم قوي جدا للنشاط الرياضي، ما أعتقدش إن هو اتأخر على أي فرقة في النادي الأهلي عن أي طلب. وفي الآخر أكيد دي الاستراتيجي بتاعة النادي في المرحلة اللي جاية بإذن الله. بإذن الله كل جماهير النادي الأهلي الحبيبة اللي بتأزر النادي الأهلي هتلاقي حاجات كويسة جدا جدا. بشكر كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي لدعمهم للنشاط الرياضي في النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب. وأكيد بقول النقطة وملحوظة ولازم الناس كلها تعرف إن الكابتن محمود الخطيب شكل لجنة مهمة جدا في النادي الأهلي، وده كان من أسباب نجاح الموضوع بقيادة برئاسة الوزير عمرو فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، والمهندس خالد مرتجي مديني دعم قوي جدا، بشكرهم جدا 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 على هذا الدعم لأن فعلا يستاهلوا 24 ساعة شغل داخل النادي الأهلي وتعبهم معانا. فإن شاء الله بإذن الله نتمنى إن احنا نعمل حاجة كويسة جدا لجماهير النادي الأهلي ومنظومة النادي الأهلي في الرياضة في المرحلة الجاية. أكيد هنتكلم على لعبة الهاندبول واهتمام مجلس إدارة النادي الأهلي بهذا الدعم. إن احنا من أول ما بدأنا موضوع الهاندبول كلنا عارفين إن عندنا يعني بعض الدروب في فرق الهاندبول، لكن الحمد لله قدرنا النهاردة نمشي على استراتيجي النادي الأهلي ونجيب مدير فني من أكبر مديري فنيين في العالم، من أحسن ثلاثة في العالم تقريبا. وقعدنا تعبنا معاه كتير في المفاوضات، قعدنا مفاوضات تقريبا من أول السيزون كنا بنتفاوض معاه، والراجل يعني الحمد لله قدرنا نوصل لاتفاق أخير لسه من خلال أسبوع بالظبط إن الراجل وافق تماما إن هو يجي مصر. بس الراجل ده كان عندنا رؤية مهمة جدا ليه في المرحلة دي، إن الراجل وصل مصر قبل كده وقعد فيها سنتين كاملين، عارف طبيعة اللعيبة المصريين، عارف كل اللعيبة، عارف كل الدوري في مصر، ويعرف تماما كيفية التعامل معاه. وبدليل إن هو حقق مع منتخب مصر في 2019 طفرة كبيرة، وصلنا لثامن العالم بعد ما كنا في الهاندبول بنوصل 16 و18، أخذنا في اتجاه تاني خالص. أكيد الراجل عنده رؤية وعنده وضوح جامد جدا معانا، والراجل كان مبسوط جدا جدا، بيعلم تماما حجم النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي ومسؤولياته. وأكيد هو يعني أكيد هيتكلم عن نفسه، لكن أنا طبعا سعيد جدا جدا إن هو موجود معانا. حاجة كويسة جدا إن احنا النادي الأهلي خد تقريبا منظومة رياضية في اتجاه تاني خالص، التعاقد مع مديرين فنيين على أعلى مستوى في العالم مصنفين، هو أحسن مدير فني في أوروبا 2020، دي بعض الإنجازات السريعة ليه. هو وصل 4 فاينل فور في أوروبا، فالحمد لله يعني بإذن الله نتمنى التوفيق معاه. مجلس الإدارة ودعمه للراجل يعني فاتحين إيدينا زي ما بيقولوا، الناس قالت لي طلباته كلها مجابة علشان نحقق الإنجازات إن شاء الله في كل الألعاب الرياضية. أتمنى السنة دي تكون سنة خير على النادي الأهلي، وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله صدقوني هنوصل لمرحلة كويسة. بس يعني بطلب منكم الصبر شوية على المواضيع لأن المواضيع عندنا بتكون كتيرة جدا. أحب أشكركم جدا جدا، أتمنى بإذن الله نسمع بقى الراجل ونشوف الراجل هيقول إيه. أشكركم. شكرا للكابتن خالد العوضي، بالتأكيد دعم غير مسبوق وطموح لا محدود لقطاع النشاط الرياضي في النادي الأهلي من خلال الدعم والمساندة من مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. الآن نستمع إلى كلمة السيد ديفيد ديفيز، يلتقي بالسادة الإعلاميين ويتحدث عن طموحاته مع النادي الأهلي في المرحلة القادمة. السلام عليكم. صباح الخير. اوكي، I'm David Davis, of course, the new coach. One week ago, I just signed the contract with Captain Khaled, and I'm really excited. I just want to start. I'm really, really happy to be back in Cairo and to be part of this big club, El Ahly.
بقول السلام عليكم زي ما قال صباح الخير. بيقول انا ديفيد المدرب الجديد للهاندبول في النادي الاهلي. زي ما سمعتوا من كابتن خالد انا لسه موقع العقد، لسه موقع فترة بسيطة العقد مع النادي الاهلي وخلاص. انا متشوق جدا ان ابدا مهمتي كمدير فني النادي الاهلي. انا اعلم حجم النادي الاهلي في مصر وانا سعيد اني ابدا الشغل معه. Okay, of course I want to say thank you, Shukran, our captain Bibo, because of course he support the handball in Egypt and in the world, and to bring me here, of course, is not easy. But yes, of course, thank you so much. And of course, as I said, Captain Khaled yesterday night at 12, he was telling me that our fans were really excited that I came here, of course, to give the maximum, to have the maximum of the team, of the players, and to bring Al Ahly in the top, of course. طبعا انا اشكر كابتن محمود الخطيب رئيس النادي طبعا دعمه الكبير للهاندبول، وهو شخصيه عارفينها في العالم كله، وهو كان ليه دور كبير ان جابني هنا. وبشكر طبعا كابتن خالد العوضي اللي قعدنا لغايه الساعه 12 بالليل في كلام متفاوض. هو عرفني قيمه جماهير النادي الاهلي وان النادي الاهلي منتظره كتير، وان شاء الله مع بعض ممكن نحقق انجازات كويسه. And of course, Captain Muktagi, that he called me and he convinced me. He told me the vision, the philosophy of the club right now for these days, for the next maybe 10, 20 years. That was really clever, really clear, and I really like it. Thank you for the call. He's the one of the members that he called me, and this was really important to me also to make the final decision. لا باشمهندس خالد مرتضى كان ليه دور كبير، اتكلم معاه وتواصل معاه وفهمه الوضع ايه والاستراتيجي بتاعت النادي، سياسه النادي يمكن ل 10 20 سنه قدام احنا بنشتغل ازاي، وفهمني قيمه النادي، وكان ليه دور كبير. طبعا انا سعيد اني بتواصل معاه، ومهم جدا اتواصل مع شخصيه مهمه زيه، هبتسهل لي التفاوض، تسهل لي التعاقد مع النادي. اوكي، ان اف يو هاف اني كويستشنز. لو في حضراتكم عندكم اسئله استاذ جمال. شكرا وبالتوفيق ان شاء الله. دلوقتي هنطرح على حضرتك بعض الاسئله، و يتفضل يبعته. في سؤال من الزميل حسام زايد بيسأل السيد ديفيد ديفيس، ايه رؤيتك لتطوير الفريق الاول لكرة اليد بالنادي؟ Well, my vision is of course the maximum. I want to win everything. I'm a hard worker. I'm here because I'm a hard worker, because I love my sport, I love handball. And the club until now, even though that I'm just hours here in Egypt, they are support me 100%. So my vision, work hard, give to the players all the tools that they need to win the matches and to have the top. I want an unlimited team. Unlimited team. هو السؤال استاذ حسام زايد بيقول ايه رؤيتك لفريق هاندبول شغلك الفتره الجايه؟ هو بيرد بيقول طبعا انا بقالي هنا ساعات، انا رؤيتي طبعا ان احقق كل حاجه واحقق اكبر انجاز، اكبر الانجازات البطولات كلها اكسبها. انا رؤيتي ان ادي خبراتي التولز، ادي ادوات العمل للاعبين واديهم افضل ما عندي عشان احقق الانجازات. فهي رؤيته ان هو يحقق الانجازات والبطولات الفتره الجايه. في السؤال اللي بعد كده، في زميل اخر بيسال اول امتى بدا التفاوض معاك من قبل النادي الاهلي، وامتى حصل الاتفاق بشكل نهائي؟ I don't know they first contact my manager and then my manager call me, but I don't we finalized yes on Saturday. No, was Saturday. Yeah, in Jubal, yes, of course. They called me first in June, but we didn't succeed, and then they came back again. So, yeah. السؤال حضرتك قلته، مش محتاج قلته، اللي امتى بدات المفاوضات وامتى خلصت؟ هو بيقول لا مش فاكر، اول المفاوضات حصلت مع مدير اعمالي، فكابتن خالد فكره قال له في شهر يونيو، قال له اللي لسه مخلصينها السبت اللي فات، يعني بدات المفاوضات من شهر يونيو مع مدير اعماله واستمرت ولسه مخلصين، يعني اتفقوا على كل حاجه السبت اللي فات. في زميل اخر بيسال هل كان في تواصل بينه وبين لاعيبه النادي الاهلي اعضاء المنتخب بعد ما مشي من منتخب مصر؟ Well, since 2018 that was I was in the national team, I was talking more or less with the players, some players of Al Ahly. And now these days not too much, but yes, a little bit. Not too much.
يعني هو حكايه اتكلمت مع حد من لعيبه المنتخب في 2018 بيقول وقت 2018 ده كان 2018 كنت مع المنتخب من زمان، كان في بعض اللاعبين كنت بتكلم معاهم يعني بتواصل معاهم بس دلوقتي مش بشكل كبير. اه ممكن بس مش بشكل كبير، يعني ما بتكلمش مع لعيبه كتير في الموضوع. في سؤال تاني في احد الزملاء بيسال ان النادي الاهلي هينظم بطوله السوبر الافريقي وكاس الكوس، هو شايف الخطوه دي ازاي في المرحله اللي جايه؟ Yes, of course. There's a lot of time until these competitions, and we have time enough to train, to prepare the team, to the team see what I want to show them. And it's really good that we play at home with our fans, and for me, it's fantastic. بيقول لسه عندنا وقت كافي نعد البطولتين دول واللعيبه تشوف تعرف فكري وطريقه لعبي وعايز منهم ايه، وان هتلعب على ارضنا وسط جماهيرنا ده شيء رائع. السؤال اللي بعد كده في احد الزملاء بيسال رسالة حضرتك لجمهور النادي الأهلي في بداية توليك المهمة. Yeah, well, I would like it that they will, that more people will come, more fans will come to our matches to see the matches live because it's much better than to watch it on TV. هو طبعا رسالته بيقول يتمنى طبعا في جماهير كتير تحضر الاستاد وتتفرج على الماتش في الملعب احسن بكتير ما يتفرجوا من خلال التلفزيون، شاشات التلفزيون. يعني بيتمنى بدعوة الجماهير تحضر الماتشات يعني. And of course that gonna give everything that I have, everything. That's why I signed here, for that they can be proud of the team and they can go outside in the streets with the jersey and to feel proud. Yeah. وطبعا حبذل القصارى جهدي وكل اللي اقدر اعمله عشان اللي يخلي الجماهير فخوره فرقتها وتنزل الشوارع ويبقى فخورين بفريق النادي الاهلي وملابسها. انطباعك عن اداء فريق الاهلي في مونديال الانديه خاصه بعد الاداء المشرف في مباراه بنفيكا البرتغالي. Yeah, I'm really happy. I mean, to see the guys, how happy they were when they finished the match. It's really complicated to see professional players and to feel that happy after one match. And they are playing really, really good, no? So, and it's good, really good for the team, for the club, for everyone. I have a million calls from Spain. Everybody, congratulations. I mean, this is great. بيقول طبعا كنت سعيد جدا خاصة لما شاف فرحتهم بعد نهاية المباراة، وصعب ما تلاقي لعيبة كبيرة زي دي وبتعبر على فرحتها بالشكل ده. طبعا ده كان ماتش كبير، وانا وكان في رسائل كتير اتبعتت من مدربين في اوروبا بيهنوا وكده، وكان فعلا اداء كويس جدا واداء مشرف. هل توليك تدريب منتخب مصر في السابق هيسهل مهمتك مع النادي الاهلي في المرحلة اللي جاية؟ Yes, of course. I mean, when I came in 2018, I was really happy. I came here with my family. I was trying to learn Arabic, Egyptian Arabic. I think I've said good. I mean, and this was a point to now to come back. I mean, this was make everything easier to come to Cairo and for the technical part. Yeah, and for the players, of course, because these players they were. Half of the team, or almost 5-6 players, they were in national team. I was training with them, also with the young. I was training with 40 players almost. So I know everyone. I mean, I know when they, nobody know them. And we were in the World Championship in Denmark, and then suddenly everybody was calling me about asking for all the players. So, I mean, I start with them. And now some of these players still in the team. هو بيقول طبعا اول ما جه مصر في 2018 كان سعيد جدا وجاب عيلته حتى معاه وكان لسه ما يعرفش البلد وحاول يتعلم المصري العربي المصري اللكنه المصريه. وبيقول الحته الفنيه بقى بالنسبه للاعبين طبعا هو كان جه قبل كده وكان تعامل مع لاعبين، هو يعني يمكن اشتغل مع حوالي 40 لاعب في خلال فتره المنتخبات المنتخب المصري، وكان عدى عليه حوالي 40 لاعب منهم لعيبه كتير من الاهلي، في 5 أو 6 موجودين دلوقتي طبعا كانوا صغيرين دلوقتي وكبروا بس في تواصل معاهم، وطبعا ده هيساعده ان هو يعني هيسهل مهمته وهو بيشتغل مع لعيبه ان هو يتعامل مع لعيبه مصريين قبل كده. هو بس هو عايز يقول حاجه، اول ما وصل مصر امبارح طلب اساسي ليه ان هو لازم يتعلم عربي. هو من حبه في البلد ومن حبه في النادي ومن حبه في كل حاجه هو طلب مني رسميا ان هو يتعلم عربي عشان يقدر يتواصل مع الفانز ويقدر يتواصل مع الناس باسلوب قريب بدل ما يقدر يتكلم معاهم بانجليزي وفي ناس بتفهم معاه وناس ما بتفهموش يعني. فبس حبيت اقول لكم المعلومه. في زميل اخر بيسال عن الدوافع اللي خلته يتولى تدريب النادي الاهلي بعد تجربته الناجحه مع منتخب مصر.
Well, of course, I was looking for a good project, a big project, and in a place where I know it. So likely give it to me, I take it. I mean, for me, it's not a problem which part of the world I can coach if I have a project. بعد ما نجح مع المنتخب زي ما استاذ جمال ما قال دلوقتي هو بيفكر في مشروع جديد مشروع ناجح ويعمل قصه نجاح جديده. النادي الاهلي اداله الفرصه ان يعمل قصه المشروع الناجح ده. ما يهمنيش اشتغل فين في اي حته في العالم بس المهم احقق النجاح اللي انا عايز احققه. في زميل اخر بيسال ان في 4 لاعبين اصيبوا في فريق النادي الاهلي منهم 2 في مركز واحد، هو شايف الامر ده ازاي بالنسبه له في المرحله اللي جايه؟ Well, this is part of the job. I mean, handball is a contact sport. People get injured. We will fight it. ده جزء من اللعبة. كرة اليد لعبة فيها احتكاكات كتيرة وبيحصل فيها إصابات. هنتعامل مع الموقف، مع موقف مصابين. احنا بنستأذن حضرتك ونكتفي بهذا القدر من الأسئلة عشان تقريبا معظمها مكرر. كابتن خالد العوضي يتفضل يهدي تيشيرت النادي الأهلي للسيد ديفيد ديفيز بمناسبة توليه تدريب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي. لي على المستوى المحلي والقاري بإذن الله. بالتوفيق للسيد ديفيد ديفيز النادي الاهلي واعضائه وجماهيره سواء على المستوى المحلي وعلى المستوى القاري. شكرا لحضراتكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما تابعنا عبر شاشه قناه النادي الاهلي يعني فعاليات المؤتمر الصحفي وشفنا تصريحات المدير الفني الجديد وشفنا تقديمه للجمهور واللي هيتولى المسؤوليه طبعا بعد عوده الفريق مباشره من بطوله العالم، واللي بنتمنى له التوفيق النهارده في مباراه قبل النهائي. برجع لضيفي كابتن هشام عبد الوهاب الاستوديو. كابتن، يعني تعليقك على المؤتمر الصحفي وتصريحات مستر ديفيد في المؤتمر الصحفي. طبعا اول حاجه لفتت نظري هو درايته بالنادي، بحجم النادي وبقيمه النادي. يعني حتى لما كان بيتكلم على جراند كابتن بيبو جراند بيبو، فهو عارف قيمه المكان كويس طبعا، وقد ايه في اعضاء مجلس اداره ساعدوا في ان هو يكون موجود في المكان ده. حد بحجم ديفيد، انا مش عايز اسهل من امور او ان انا ابسط منها. هو احنا بنتكلم عن مدرب كلاس ايه، علشان يجي اول حاجه خلينا نحط بس الحته بتاعت افريقيا. افريقيا دي بالنسبه لهم مشكله، يعني ان هو راح افريقيا مش قصده طبعا مصر، وما راحش ومعاش الاجواء، لكن كون ان هو عارف حجم النادي الاهلي وعارف كويس قوي طبيعه المكان عامل ازاي وكان موجود في مصر قبل كده، هتساعد كتير قوي قوي قوي. هتساعد كتير قوي اللعيبه، هتساعد اللعيبه منتاليتي ان هم هو عارفهم وعارف طباعهم وعارف اسلوبهم وعارف بيفكروا ازاي، وده مهم قوي بالنسبه لاي مدرب ان هو متمكن من الاداء. ويمكن كان في سؤال اتوجه لمستر ديفيد عن فرصنا طبعا بعد ما تم الموافقه على استضافتنا لابطال الكؤوس والسوبر الافريقي في مصر، فبتهيألي يعني البطولتين دول بيبقى ليهم اهميه خاصه عشان بتأهلك للسوبر جلوبال كسوبر افريقي. فهو مزبوط. كان يعني بتهيألي رد ان هو طبعا ابدى ارتياحه وسعادته ان تبقى المباراه على ارض مصر. شايف دي حاجه تفيدنا يعني؟ طبعا هتفيدنا، ومش بس كده، وقال كمان احنا عندنا من الوقت اللي احنا اسف مضطر اقطع حضرتك بس لازم نروح لهناك لفرع النادي الاهلي بالجزيره، ولقاء مع مستر ديفيد ديفيز مع مراسلتنا من هناك من مؤتمر الصحفي مريم سميح. اتفضلي يا مريم. برحب بيك طبعا يا كابتن هيثم مره اخرى بكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. يمكن عقب توليه طبعا لمهمه فريق رجال يد النادي الاهلي طبعا بالنادي الاهلي في اول لقاء لي واول كمان ظهور حصري عبر شاشه قناه النادي الاهلي، طبعا بنرحب بمستر ديفيد ديفيز. مستر ديفيد، ان اونر هافينج يو هير ان ايجيبت سبيشلي ان الاهلي كلوب. شكرا. يس ام مي تو، ام سو اكسايتد. I know that it's a big project, and yeah, I'm really happy to be back in Cairo, and now especially in Al Ahly.
And we're also so happy and welcome back here in Egypt after how many years? Five years. Welcome back in Egypt. First of all, I want to ask you about the responsibility, the new responsibility for the Ahli team, the Ahli handball team. You know, it's a big responsibility, especially that Ahli fans always want to win the matches, the championships. It's a big responsibility. Let's talk about it. Yeah, of course. I know that Al Ahli is a really big, a huge club, not big, huge club. That my spot has a big responsibility, of course. I know that the fans, they are crazy to celebrate something big these late years that couldn't be, and now they want that these years are gonna happen, that these things happen, and that's why I came here. I mean, I'm really ambitious. I like to work hard. I like to work a lot, and I also want to raise some trophies. So I'm gonna give the maximum that I can to push the players, that everybody give their maximum, their best, and let's see if with the fans together we can celebrate a good season, a great season. Yeah. Let's talk also about the huge championships. You have three upcoming championships, African Cup and two also championships. What you're going to do the upcoming period? Yeah, well, now just I'm waiting that the team comes back and to start to work with them. I already started the work by myself, preparing trainings, preparing videos, preparing everything, because I have a way of work, my culture. That is what I implement in the national team, but of course this was 5 years ago. Now we're gonna do a different job because of course my job has developed a lot, and we're gonna go with all our strength to these matches because we have time enough to prepare the trainings, the team, and to go for the maximum, of course. Finally, a message to the Ahli handball team and to the Ahli fan. Well, for the players, of course, be ready because most of them, they know me and they know that they have to be ready. And for our fans, that what I said in the press conference, that they come to the match, that we want them inside of the court to push our teams, and they're going to be so happy and we're going to give the maximum. If they come with us, it's going to be fantastic. Mr. David, it's an honor having you here, and thank you very much. We wish you all the luck. شكرا جدا. طبعا ده كابتن هيثم كان لقائنا مع مستر ديفيد ديفيز طبعا المدير الفني الجديد لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي. يمكن خليني أقول لكم سريعا عن اللقاء وعن محتوى اللقاء. يمكن في الأول سألته طبعا عن فكرة المسؤولية الكبيرة جدا اللي بيتولاها طبعا أكيد للنادي الأهلي، خاصة أن النادي الأهلي دايما بيكون حريص، أو خاصة يعني جمهور النادي الأهلي دايما بيكون حريص أن هو عايز الفريق طبعا الخاص بيكون بيكسب كل البطولات وكل الماتشات بدون أي تراجع طبعا في الأداء. هو قال طبعا كانت اجابته على هذا السؤال ان هو شايف انه اكيد هو موجود هنا في النادي الاهلي عشان كده، علشان هو هارد وركر، او ان هو بيعمل طبعا او بيبذل قصارى جهده ان هو يكون مع الفريق، او كمان يحفزهم ان هم يكسبوا كل البطولات خلال الفتره المقبله، وكمان هو طموح بشكل كبير جدا علشان يحقق معاهم كل البطولات دي. خلينا بقى يعني يمكن ننتقل لتاني سؤال. يمكن كنا بنتكلم معاه عن فكره كمان ان في ثلاث بطولات هامين جدا، يمكن كأس البطولة الأفريقية طبعا وكأس الكؤوس الأفريقية واللي هيقاموا هنا في النادي الأهلي، بجانب طبعا استئناف بطولة طبعا دوري المحترفين. هو شايف أنه يمكن فكرة تدريبه طبعا لمنتخب مصر في فترة سهل عليه كتير جدا هذه المهمة، وهو ده اللي هيكون معاه خلال الفترة المقبلة، أو هيكون وهو شايف برضو أن في يعني يمكن فترة كبيرة جدا أو فترة إعداد كبيرة جدا، وهو شايف أنه هو يعني هيحط فيها كل القوة الخاصة به وبالفريق الفني الخاص به علشان يكون يعني كل البطولات دي من نصيب النادي الأهلي إن شاء الله خلال الفترة المقبلة. مريم سميح، طبعا بنشكرك على هذا اللقاء، شكرا جزيلا. وده كان لقاء كمان خاص مع مستر ديفيد ديفيز، نتمنى له كل التوفيق مع الفريق. خلينا نروح للزميل محمد توفيق ولقاء مهم مع الكابتن خالد العودي مدير عام النشاط الرياضي في النادي الأهلي. اتفضل يا محمد. شكرا لك هيثم، برحب بحضرتك من جديد وبكابتن هشام عبد الوهاب وكل مشاهدينا ومتابعينا قناه النادي الاهلي في كل مكان، ومعانا مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الاهلي كابتن خالد العوضي. يعني في البدايه بهنى حضرتك بالمستوى اللي شفناه في المؤتمر الصحفي. متعودين دايما المؤتمرات الصحفيه تقديم مدربين الكره، لكن مدرب لكره اليد يتعمل له مؤتمر صحفي، اعتقد ده يليق بين تاريخ النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي. مساء الخير اولا بس على كابتن هيثم وكابتن هشام، وبقول لهم وبقول حاجه مهمه جدا، ده النادي الاهلي. النادي الاهلي يستاهل اكتر من كده كتير.
دي بدايه عصر مختلف جوه النادي الاهلي، ومديرين فنيين عندنا على اعلى مستوى، مديرين فنيين كبار، مديرين فنيين بيحققوا بطولات على مستوى العالم وبيحققوا بطولات على مستوى العالم، دي حقيقه. وراجل زيه احسن مدرب في اوروبا 2020، فاينل فور 4 مرات في تاريخه كمدير فني، مدير فني منتخب مصر. بص احنا لازم النادي الاهلي بيتطور التطور الحديث في العالم، لو شفنا اي بلد في العالم بتقدم مديرين فنيين ازاي لكل الالعاب هتلاقي كده. النادي الاهلي يستاهل اكتر من كده كتير، لسه ان شاء الله باذن الله التطور هيكون مختلف تماما في النادي الاهلي في الرياضه، بدعم كل الناس، بدعم جماهير النادي الاهلي دي رقم واحد، بدعم مجلس اداره النادي الاهلي بقياده كابتن محمود الخطيب. صدقني الموضوع ان شاء الله هي مختلف، نتمنى الناس بس تصبر عشان اللي جاي ان شاء الله هيكون احسن باذن الله. يعني من خلال المؤتمر الصحفي وكلام حضرتك كمان من كلام المدير الفني لمسنا قد ايه الراجل حابب انه يجي النادي الاهلي ويكون موجود في النادي الاهلي وعارف قد ايه قيمه النادي الاهلي. بص هو هارد وركر جدا، هو عنده فول سبيريت قويه جدا جدا جدا. هو من ساعه ما نزل وقال لك انا ام ريدي في المطار، الراجل احنا اخترنا شخص مناسب جدا للنادي الاهلي في الوقت ده في كره اليد. من خلال المؤتمر زي ما انت شفت هو بيتكلم ازاي، هو بيكاتت شورت شويه نقط، مش بيتكلم كتير، هو العمل بتاعه جوه الملعب وده الاساس بتاعه، وده اهم نقطه بتميزه جدا في العالم، ان هو مش بتاع الظهور الاعلامي وظهور الميديا. هو يعني طبعا اول بريس كونفرنس كان لازم يتعمل بالشكل ده، لكن هو انا بقولها لك بصراحه شديده، هو راجل ليه في الشغل رقم واحد في حياته 2 و3 و10 لغايه 100، وهو ده اللي محتاجينه في النادي الاهلي. وكل المديرين الفنيين عندنا ناس محترمه جدا وبتشتغل بنفس الكفاءه. انا شايف مديرين فنيين من اول السيزون بيعملوا ايه مع كل لاعبي، وان شاء الله باذن الله نتمنى نبقى على قدر طموح جماهير النادي الاهلي في المرحله اللي جايه. ما ينفعش معاك كابتن خالد العوضي، يعني بجانب ان حضرتك مدير النشاط في النادي الاهلي ولكن واحد من نجوم يعني كره اليد على مستوى مصر والنادي الاهلي، اداء الفريق في كاس العالم للانديه تعليق عليه ايه وشايف الفريق ازاي؟ تعظيم سلام للاعيبه الهاندبول بجد. صدقني انا يعني الموضوع ده انا هتكلم فيه بصراحه شويه، انا قناه النادي الاهلي فهتكلم فيها بصراحه شديده. اكيد زعلان جدا من الفتره الماضيه، لكن صدقني اللعيبه دي عايزه تقدم اكتر حاجه ما في وسعها زي ما بيقولوا. سعيد جدا بيهم ومبسوط جدا بيهم بروحهم، بتحملهم تيشيرت النادي الاهلي في مرحله صعبه جدا، في مرحله خساره من بطوله افريقيا وخروجهم والعوده بعد اسبوع. الحاله النفسيه بالنسبه للعيبه كانت حاجه مهمه جدا، بشكر عليها الجهاز الفني، بشكر عليها كابتن ياسر لبيب، بشكر عليها كابتن احمد سالم، كابتن محمد ابراهيم، لان فعلا قدروا يطلعوا حاجه مختلفه من اللعيبه دي. اللعيبه دي احنا لسه شايفينها من اسبوع كانت بتلعب زي عندها حماس وروح، بس النهارده بتلعب قدام بطل من ابطال اوروبا. عشان بس الكلام، احنا اول فرقه في مصر في افريقيا في العرب نطال نكسب فرقه من اوروبا. صدقني الموضوع بالنسبه لي كنادي اهلي حاجه يعني عظيمه جدا، ولازم كلنا نفتخر كمصريين بالانجاز اللي بيحصل. الانجاز اللي بيحصل ان هو بيعدي فرقه من اوروبا، بطل اليورو ليج وبطل السوبر الاوروبي كمان، وكسب ماجدبورج اللي هو هيلعبه النهارده، دي حاجه اكيد عظيمه. بشكرهم جدا جدا على الروح العاليه، وهم فعلا ولاد النادي الاهلي على قدر مسؤوليه تيشيرت النادي الاهلي. اخيرا النشاط الرياضي واللي جاي فيه بسم الله ما شاء الله كره السله، الفريق بقى حاجه مرعبه الحمد لله في كل البطولات العالمة الكامله، بطوله العربيه ده ولا اروع، الالعاب الفرديه برده فرقه الطايره ماشيه بشكل كويس، وفرقه اليد اللي جاي في النشاط الرياضي مخطط له ازاي؟ بص مخططين له احنا عندنا بلان 4 سنين، ما نقدرش نطلع النهارده فجاه مفيش عصا سحريه بتتغير، لكن اكيد تطور العصر اللي احنا عايزين ندخله في الجديد باذن الله. يعني بنحاول نعمل حاجات كتيره جدا، النشاط الرياضي بيحاول مجتهدا يعمل حاجات جديده في النشاط الرياضي. عندنا بلان واضحه جدا جدا في الالعاب الرياضيه، عندنا بلان مكتوبه واضحه وماشيينها سيكونس ورا بعضيها، عندنا بلان للالعاب الفرديه عشان يبقى عندنا بطل اولمبي كلنا نفخر بيه في حياتنا في النادي الاهلي اكيد رقم واحد، واكيد في مصر رقم اثنين. لكن هي الموضوع بالنسبه لنا كل الالعاب، كل الناس نتمنى ليهم ان شاء الله باذن الله يتطوروا التطور الطبيعي اللي احنا قادرين نحطه للنادي الاهلي، نحط طوبه ورا طوبه، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكون في حته ثانيه قريب جدا في الرياضه العالميه. شكرا كابتن خالد، دايما موافقين باذن الله. شكرا ميرسي. كابتن هيثم ده كان لقاءنا مع كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي، ودايما النادي الاهلي يا رب يفضل في المقدمه ودايما يفضل رقم واحد. كلمه كابتن هيثم اتفضل. محمد توفيق مراسلنا من ارض الملعب او ارض المعارض او ارض يعني المؤتمر الصحفي، بشكرك شكرا جزيلا. خلينا نروح لمريم سميح ولقاء اخر مع كابتن النادي الاهلي وطبعا منتخب مصر الرمز الكبير اشرف عواد، اتفضل يا مريم. حاضر، الخط قطع.
معلش يمكن عندنا مشكله، يمكن دي لقاءات مستمره. كابتن هشام اجي لك، يمكن الوضع باين او الـ 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 الخطه الطموحه والبلان، يمكن انت قريت الكلام ده وقلته قبل اللقاءات دي، صحيح ولا انا غلطان؟ مظبوط، زي ما قلت لحضرتك في بروجكت بيحصل مش بس على كره اليد، في بروجكت بيحصل بشكل عام على الالعاب، على الانشطه الرياضيه للنادي الاهلي. كل الشكر لمجلس اداره من غير اي كلام وتزويق وحاجات كده، وشكر خاص للكابتن خالد العوضي اللي تقريبا، يعني انا عارف معلومه ان هو لغايه الساعه 4 الفجر امبارح تقريبا بيعمل حاجه عشان يحضر المؤتمرات ديت وبيحضر على التقديم للكابتن ديفيد. ففي في منظومه شغاله، في في كل يعني كل الناس خالد وضح لك خطه الاربع سنوات القادمه وماشيين عليها ملتزمين بيها. مظبوط، فواضح ان هي زي ما قلنا في الاول هو الموضوع مش كره القدم بس. ده طيب يعني. استاذنا كابتن، خلينا نروح لمريم سميح ولقاء مع كابتن اشرف عواد. اتفضل يا مريم. مرحب بيك مره تانية طبعا يا كابتن هيثم، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. واحد يعني اسطوره كبيره من اساطير النادي الاهلي في كره اليد بالنادي الاهلي طبعا كابتن اشرف عواد، بنرحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي في البدايه. تحياتي ليك وتحياتي للكابتن هيثم، وبسلم عليه طبعا وصب على قناه النادي الاهلي، نادي الكيان ونادينا العظيم. كابتن اشرف، خلينا في البدايه نتكلم عن وقائع المؤتمر الصحفي، مؤتمر صحفي كبير يليق باسم مستر ديفيد ديفيس. خلينا نتكلم عن فكره اهتمام مجلس اداره النادي الاهلي والنشاط الرياضي بالنادي الاهلي بفكره تقديم المدير الفني الجديد لكره اليد بالنادي الاهلي بهذا الشكل، ويعني بهذه الضخامه، مش بس الاهتمام بكره القدم. يعني يمكن شفنا مثلا من فتره المؤتمر الصحفي لمستر مارسيل كولر، ولكن النهارده يعني مؤتمر صحفي لا يقل اهميه عن المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني لكره القدم. وطبعا ده اللي احنا متعودين منه بالنادي الاهلي بالنسبه للمؤتمرات الصحفيه، كان هاندبول او باسكت او كوره. وطبعا ادي النادي الاهلي طبعا المؤتمرات اللي بيعملها ديت لتقديم المدربين كان كوره وهاندبول. وطبعا النهارده احنا في المؤتمر قدمنا طبعا كابتن ديفيز مستر ديفيز طبعا من المدربين اللي هم الاكفاء اللي برضه جم مرنوا في مصر هنا في 2019، مدرب ذو قيمه عاليه ان شاء الله ربنا يوفقنا طبعا ويوفق كابتن خالد عوضي ومجلس اداره كابتن خطيب ومعالي الوزير وكابتن قائد المرتجي وكل اعضاء مجلس اداره اللي هم ما بيبخلوش على اي حاجه بالنسبه لالعاب الصالات. وطبعا ربنا يوفقنا جميعا ويوفق الفرقه وان شاء الله خير. يعني رؤيتك يا كابتن، يمكن في مهمة كبيرة في انتظار مستر ديفيد ديفيس. الحقيقة ان يمكن فعلا الفريق دلوقتي بيؤدي اداء مشرف وقوي طبعا في سوبر جلوب، ولكن ايضا في يعني بطولات هامة خلال الفترة المقبلة. هو اتكلم عن ان فيها هيبقى في فترة اعداد كافية بالنسبة له، ولكن برضو هي يعني يمكن بطولات كتيرة في وقت برضو قليل، يعني استئناف دوري المحترفين وايضا كأس سوبر افريقي وكأس الكؤوس الافريقية. شايف المهمة دي ازاي قدام مستر ديفيد؟ يعني ان شاء الله مستر ديفيس يكون قد المهمة ديت. طبعا مش عايزين نقول ان الفريق في كاس العالم الانديه دلوقتي عامل اداء مشرف جدا، قدر انه يكسب بنفيكا البرتغالي ومضر السعودي، ربنا يوفقهم ان شاء الله. مباراه النهارده صعبه ومجدبورج، بس هم يعني طبعا اللعيبه والجهاز الفني اللي موجودين كابتن ياسر لبيب واحمد سالم، يمكن ربنا يوفقنا ان شاء الله النهارده ونحقق حاجه كويسه ونطلع للنهائي وربنا يكرمنا ان شاء الله. حضرتك شايف ان فكره وجوده في مصر خلال تدريب منتخب مصر لكره اليد كانت يعني يمكن فتره برضو تساعده على فكره توالي المهمه في النادي الاهلي، ولا حضرتك شايف انه المهمه ممكن تكون مختلفه؟ وطبعا مستر ديفيز لما جه طبعا 2019 عمل طبعا انجازات مع منتخب مصر، وقدر ان هو يطلعهم من مثلا من المركز 14 او 16 اللي كانوا بياخدوا وقارات في كاس العالم الى المركز الثامن. طبعا هو جاي متحمس طبعا، وسال طبعا الناس على الفرق وحتى كمان فرق الناشئين، طبعا سال على كل الناس اللي تحت مين اللي موجود ومين اللي يقدر يبقى موجود معانا، وهو يعمل طبعا خطه كامله لجميع المدربين في النادي الاهلي. نتمنى ان هو ربنا يوفقه الفتره اللي جايه، وهو الراجل جاي متحمس طبعا وعارف قيمه النادي الاهلي الكبيره اللي احنا فيها، وربنا يكرمنا ان شاء الله بوجوده وطبعا بوجود الناس كلها اللي موجودين. يعني كابتن اشرف، نورتنا وشرفتنا على شاشه قناه النادي الاهلي. شكرا، سلامي للكابتن هيثم. شكرا طبعا. اكيد يا كابتن هيثم، يمكن وصل لك طبعا سلام كابتن اشرف يعني في البدايه ودلوقتي طبعا في النهايه. اكيد ده طبعا كان لقائنا مع كابتن اشرف عواد، طبعا اسطوره من اساطير كره اليد بالنادي الاهلي. بشكرك جدا، عوده ليك مره اخرى. زميلتنا مريم سميح من مقر النادي الاهلي بالجزيره، بشكرك شكرا جزيلا. وخلينا نروح لزميلنا محمد توفيق ولقاء مع الكابتن احمد جلال نجم الاهلي السابق. اتفضل يا محمد.
بنجيب بتواصل معاك كابتن هيثم، تحياتي ليك والضيف الكريم كابتن هشام عبد الوهاب وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بنضم لي نجم من نجوم النادي الاهلي في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، واحد بقى من اللي اسسوا جيل العظماء، جيل اوائل التسعينات في النادي الاهلي، كابتن احمد جلال. تحياتي لحضرتك، يعني تعليقك النهارده على تقديم المدير الفني الجديد وكمان المؤتمر الصحفي. طبعا النادي الاهلي دايما بيقدم الجديد، ودي نقله عالميه لمدرب عالمي. المدرب ده مدرب منتخب مصر سابقا، ودايما الاهلي بيفاجئنا بحاجات عالميه، مش ولازم بعد كده باذن الله هتلاقينا بنكسب بطولات عالميه. وبدليل النهارده احنا بنلعب من دور الاربعه في بطوله العالم للانديه في السعوديه. كابتن احمد، يمكن حضرتك دلوقتي كمان مسؤول عن ملف الاكاديميات، يعني الاجيال الجايه بقى وكره القدم في النادي الاهلي، كره اليد في كره في النادي الاهلي، شايف الجاي بقى ازاي؟ باذن الله الجاي باذن الله يبشر بالخير. احنا في الاكاديميه عندنا مطلعين حوالي 8 فرق للصغيرين، اربعه بنات واربعه اولاد، وما شاء الله كلهم بيتمتعوا بالبنيه الجسمانيه والمهارات الفرديه والمهارات الجماعيه لكره اليد، احدث طرق واساليب كره اليد بنطبقها في الاولاد دول باذن الله. هتشوف اجيال مع الحاجات اللعب الحديث وكده، هتلاقيهم طفره ثانيه. يعني اخيرا تعقيبك على اداء الفريق الاول لكره اليد في كاس العالم والوصول ومباراه الدور قبل النهائي النهارده. طبعا الحمد لله وصلنا في دور الاربعه، طبعا زي ما احنا شفنا كده اولاد النادي الاهلي هم اللي دايما يحطوا البصمه، وعندنا لعيبه على مستوى عالمي، بدليل ان احنا ما عندناش ولا لعيب اجنبي في الفرقه. طلعنا دور الاربعه باولاد النادي الاهلي وبايديهم، وحتى المدربين بتوعنا مدربين النادي الاهلي من ابناء النادي الاهلي وشاربين البطولات، عشان كده طلعوا دور الاربعه. وباذن الله النهارده يحصل مفاجاه، وباذن الله نلعب على الاول والثاني باذن الله. كابتن احمد، ودك دوام التوفيق باذن الله. الله يخليك، شكرا. شكرا كابتن هيثم، دي كانت تغطيتنا للمؤتمر الصحفي لتقديم المدير الفني الجديد لفريق كره اليد بالنادي الاهلي مستر ديفيد ديفيس، ويمكن اجواء اكثر من رائعه ومؤتمر صحفي يليق بقيمه وتاريخ النادي الاهلي، وان شاء الله اللي جاي كله يبقى خير، وبدايه الخير تكون النهارده ان شاء الله، وتحقيق الفوز والوصول للمباراه النهائيه للمره الثانيه في تاريخ النادي الاهلي بعد انجاز 2007. كل التوفيق للنادي الاهلي، ويبقى دائما النادي الاهلي في المقدمه، ويبقى دائما رقم واحد. كلمه كابتن هيثم، اتفضل. زملائنا العزيز محمد توفيق من مقر النادي الاهلي بالجزيره، بشكرك شكرا جزيلا. ودي كانت لقاءاتنا الحقيقه مع طبعا رموز النادي ومستر ديفيد وكابتن خالد العوضي. يرجع لضيفي كابتن هشام عبد الوهاب، يعني زي ما قلنا هو مشروع كامل متكامل، ده جزء منه حلقه تخص الفريق الاول لكره اليد. يعني لو شفنا التعليقات كلها على السوشيال ميديا بتتمنى التوفيق، وتبقى خطوه بدايه او خطوه لبدايه انجازات كبيره يا كابتن. ان شاء الله باذن الله هتبقى خطوه موفقه، وزي ما حضرتك يعني كابتننا واستاذنا كابتن احمد جلال زي ما حضرتك شايف كده، هو مشروع مش بس مهتم بالدرجه الاولى، ده مهتمين بقطاع الناشئين من تحت كمان، فان شاء الله هتبقى اضافه كويسه جدا، ان احنا في ناس شغاله من تحت، القطاع اللي تحت بيسلم للقطاع اللي فوق، وان شاء الله في الاخر خالص تبقى اللعيبه اللي موجوده فوق في الدرجه الاولى تبقى اللعيبه على قدر المسؤوليه، ولعيبه قادره ان هي تبقى بتدي وبتنتج للنادي وللمكان وللتيشيرت اللي هم يبقى عارفين اسمه. طب سؤال يعني بيقول بخاطري، هل عندنا من الوقت ان مستر ديفيد يعني يجهز الفريق والناس تفهم شغله؟ خلي بالك احنا بدانا الموسم بالفعل. هل حضرتك شايف ان احنا عندنا مباريات يعني الدوري تصاعديه، شايف الدنيا عندنا مساحه على الاقل شهرين ثلاثه عشان يبتدي شغل مستر ديفيد يبان، ولا الضغط او مباريات مضغوطه؟ لا انا اعتقد بالعكس ان هو هيخش على طول في الجيم على طول، ومش هيبقى عنده حتى وقت، لان بالعكس يعني يمكن الحاجات الادوات اللي هتساعده هو وجود ان الدوري العام موجود اوريدي وقائم وشغال، ومجرد ما يرجعوا هيكملوا على طول الماتشات، فدي هتبقى فرصه كويسه جدا ان هو يحط ايده على المفاتيح بتاعه الفريق اكتر واكتر، بالاضافه الى الكابتن احمد سالم طبعا المدير الفني الموجود المؤقت سوري الموجود دلوقتي هناك، وكابتن محمد ابراهيم هيبقوا الاداء المساعده اللي هم هيعرفوا كويس قوي ان هم ينقلوا له اكتر واسرع المعلومات المهمه والكل ما يحتاجه. وقت طبعا في اكتشاف اللعيبه، وقت يوفر عليه وقت وينزلوا الصوره، واكيد طبعا متابعته المباريات يعني هتقرب الدنيا ليه كمان، بالاضافه ان هو اوريدي عنده الفكره وعنده الخلفيه وعارف منتاليتي اللعيبه عامله ازاي، وعنده بقى الملعب اللي يقدر يعمل فيه كده اللي هو الدوري العام. ان شاء الله يبقى دي الحاجه التحضيريه لما قبل ان شاء الله البطولات الافريقيه اللي جايه في شهر 4 وشهر 5، وانا ان شاء الله عندي ثقه كبيره ان هو ان شاء الله هيعمل طفره كبيره قوي في ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا عن تغطيتنا المستمره لوقائع المؤتمر الصحفي تقديم مستر ديفيد ديفيد المدير الفني الجديد لكره اليد، ولكن بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا مع كابتن هشام عبد الوهاب. كابتن، يمكن بنتكلم عن الاصابات، وده كان احد الاسئله التي تم سؤالها طبعا مستر ديفيد في المؤتمر الصحفي، خاصه ان احنا عندنا يمكن اربع اصابات. عايز اشوف حضرتك، هل الفكر هل ممكن يتم استعادهم من الناشئين؟ هل عندنا ناشئين كويسين في هذه المراكز؟ هل ممكن اعاد النظر مره اخرى في الاجانب؟ يعني عايز حضرتك تستفيد في هذا الموضوع. لو احنا بنتكلم الاول على حجم الاصابات، فاحنا عندنا فعلا في النادي الاهلي عندنا بقى لنا فتره في موضوع الاصابات دوت، ومحتاجين ان احنا يعني هنتكلم فيه اكتر باستفاضه. ان عندنا مثلا مشكله زي دلوقتي بقى في مهاب اللي هو الرايت باك دوت مصاب، المفروض بس اصابته ان انا اعتقد انها مش هتاخد مده طويله. في عندنا سيسا لعيب مصاب، اعتقد برضو ان شاء الله ان اصابته مش هتاخد مده طويله. يمكن الاصابه الاخطر بتاعت فوكس اللي ربنا يشفيه ان شاء الله. سيسا كمان بتهالي خلق في الفك باين ولا بس عشان انا انا مش متاكد ان هي بس ان شاء الله مش شخص اللي مش هياخد وقت طويل. نفس الكلام بالنسبه احنا قلنا على لاشين لاشين وفوكس كمان مؤخرا، بس فوكس خلاص صليبي يعني ممكن 6 شهور ولا بنسبه كبيره. طبعا ربنا يشفيه يا رب ان شاء الله ويهون عليه الحته، عشان عارف المشكله دي بتبقى نفسيا بتاثر جامد كده. فعدد الاصابات مش هيفرق معانا، ان احنا يعني عدينا بالمراحل دي قبل كده. اعتقد من ضمن الادوار اللي ديفيد هيبقى بيحاول يشوف لها بدائل قريب يعني في الوقت القريب قوي، هو كل العناصر الموجوده في اللعبه اللي عنده خامات كويسه قوي موجوده في فريق 2002، في خامات كويسه قوي موجوده في عناصر 2004. فليه لا ان احنا نقدر نبتدي من صعد من دلوقتي، وفي عندك العناصر اللي تقدر تطلع تساعد. يعني بالصدفه لو خدت بالك في الماتش بتاع ماتش اول امبارح، هتلاقي في احمد رادي كان موجود في الوينج. أيوة صح، سوري يعني اسلام رادي، احمد رادي اسلام رادي الفريق 2002 رادي اللي حط جون الفوز في ماتش الزمالك. بالظبط كده، يعني بالزبط. هو يعني في لعيبه مره واحده هتلاقيها بقت موجوده في الملعب، يمكن غصب عنه ما كانش مهيئ لحاجه زي كده، لكن مره واحده موجود في المكانه بتاعته، وخد الثقه من المديرين الفنيين الموجودين بره، وكان موجود دي حاجه صعبه جدا. الاختيار الاول حضرتك بتقول الاعتماد على قطاع الناشئين واللعيبه المصعده. طبعا هل ممكن يعمل روتيشن يعني من لاعب في مركز يغيره لمركز تاني؟ هل عندنا الامكانيه دي ولا مع المستوى الكبير والليفل العالي ده بيبقى صعب غير مركز حد؟ لا طبعا ما فيش حاجه صعبه خالص، بالعكس ده انت بيبقى في اوقات مثلا احمد رادي اللي هو معار دلوقتي فرقه سبورتنج، هو كان لعيب بيلعب ناحيه الوينج ليفت مكان اسلام، ودلوقتي بقى بيلعب في الهاف. نعم. ومؤثر في الهاف، ودلوقتي طلع اعاره بسبب ان هو مميز في المكان ده. نعم. فلا طبعا لا، في اي وقت ممكن انت تغير بده. في لعيبه ثوابت غصب عنك ما بتقدرش، زي مثلا لعيب كابتن مصري مثلا على سبيل المثال، ما ينفعش تغير اداؤه. بالظبط، لكن في نوعيه لعيبه عندها من الفلكسبيليتي او من المرونه ان هو يقدر يتغير. ده الاوبشن الثاني. الاوبشن الثالث، هل الاجانب هل المحترفين؟ طبعا في اوبشن ثاني ان احنا نشوف، يعني انا ببقى دايما شايفها اكتر اما نبقى مقربين على البطولات اللي هي المهمه او سواء قاريه او عالميه، يبقى محتاجين. لكن انت طول ما احنا عندنا العناصر البشريه موجوده في النادي الاهلي، احنا عندنا من العناصر اللي هنقدر في تفريغ غير عادي، في لعيبه محتاجه تاخد الثقه عشان تقدر تادي. فبالتالي لا، يعني زي ما بقول لحضرتك، لعيب لسه واخد الثقه بقى موجود في الملعب، ليه لا ما يبقاش عندي الحاجات ديت مره واثنين وثلاثه؟ ده يمكن عشان احنا اكتر مدربين عارفين القوام بتاع القطاع الناشئين عامل ازاي. بس خليني اقول لحضرتك كابتن، انه يعني ممكن يكون لاعب صغير، نعم، ودم الدفع بيه والاستعانه بيه عشان في عجز في المركز، ولكن الخبره. يعني احنا عانينا في الفتره اللي فاتت من خساره المباريات في اخر ثانيه، اخر 10 ثواني، اخر دقيقه، ويبدو ان هذا الامر له علاقه بالخبره. فانا يعني خليني اتكلم معاك بكل صراحه، الجمهور يعني متعطش للمكسب. طبعا. فالحقيقه انا مش يعني حته ان انا اصبر على لاعب شويه انه يعني ياخد الثقه او يستعد الثقه، او لاعب لسه طالع محتاج، ما عنديش الاوبشن ده قوي، يعني ما عنديش الرفاهيه، لا انا عايز بطولات بسرعه. انا عارف ان دايما بيبقى جماهيرنا دايما متحفزه، ودايما دايما بتدور على المكسب ورقم واحد ولا بديل عن المكسب، انا عارف ده كويس جدا. بس نفس هم نفس الجماهير اللي احيانا بيبقوا حواليك وقريبين منك بيكلموك يا كابتن ما تبص على اللعيب دوت. نعم. كابتن ما تبص. نعم. على اللعيب ده كابتن. فهم بيبقوا الدافع، بالعكس ده يبقى هم بيبقى دافع، بس هو طبعا بيبقى عايز اكتر النتيجه دلوقتي على ارض الواقع. ويمكن كابتن خالد العوضي قال يا جماعه اصبروا علينا شويه، احنا ماشيين صح. وعلى فكره اللي بيحصل ده داعي للصبر، يعني ده اللي انت لو لاقي مثلا يعني اداره النادي او مفيش خطوات بتؤخذ ان يوقف الفريق على رجله. مزبوط. ويوفر له زي ما بيقولوا كل ما يحتاجه من كل. لا. شيء انت ممكن هنا تقول لا ده في تقصير او او او، ولكن احنا شايفين من اول كابتن محمود الخطيب، معالي الوزير عمرو فاروق نائب رئيس، عندك مجلس اداره كابتن مرتجب بالكامل. طبعا. عندك مدير نشاط رياضي قوي ونشيط. طبعا. فكل الامور دي في الاخر بتصب في الدعم، فبتهيالي ده داعي من دواعي ان احنا نصبر. مظبوط. ومش بس كده يا كابتن هيثم، اكد على حضرتك معلومه كمان، اغلبيه اللعيبه اللي موجودين في قطاع الناشئين كلهم لعيبه منتخبات، فمعنى كده ان انت بتعوض الحته بتاعه اللي هي اللي عنده الخبرات. لا ده لعب ماتشات، يعني حتى اللعيب زي رادي، زي عمر شريف، زي مهاب، دولت لعيبه مواليد 2002
لعبوا مباريات قبل ما يلعبوا مع الدرجه الاولى، فبالتالي هو عندهم الخبرات، مش مجرد لعيب خام لسه هيطلع في وسط اللعيبه، لا بالعكس. لعيب زي عمر الشريف، لعيب ان شاء الله يعني تبشروا خير ان احنا عندنا لعيبه في قطاعات الناشئين تحت كتيره قوي تقدر تساعد الدرجه الاولى. طب عايز اروح لكلمه قالها كابتن خالد العوضي في حواره معانا، قال او في لقائه معانا، قال انه انا بشكر اللاعبين، اللعيبه ما فيش لعيب عايز يخسر، اللعيبه بتبذل كل جهدها. ولما يطلع هذا الكلام من مسؤول الاول عن النشاط الرياضي، مدير عام النشاط الرياضي في النادي الاهلي، لما يقول كده يبقى اكيد اللعيبه ما كانتش عايزه تخسر. كابتن انت كنت معاهم في قلب الحدث وشايف، حضرتك كنت واحد من اللي صنعوا الطريق ان احنا نوصل لكاس العالم، اكيد اللعيبه بتبقى في حاله صعبه جدا لما لا قدر الله بيتعرض لخساره. ما نفس الكلام اللي احنا كنا موجودين عشان نكسب بطوله السوبر جلوب، اول ما رحنا على طول كان بعديها بحوالي اسبوع، وما ادراك ما المشقه اللي بتبقى موجوده في افريقيا. يعني احنا بنتكلم على النيجر، هي بلد يعني نسبيا على قدها جدا 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 بامكانيات محدوده جدا، لكن الكلام اللي حضرتك بتقوله دوت هو اوريدي موجود. يعني اللعيبه اكيد، وانا بكلمك وانا معاشر اللعيبه ديت، اللعيبه عمرها ما كان عندها لحظه تفكير 1% ان انا هنزل اتخاذل او ان انا هنزل اقصر، لا اللعيبه كلها نازله مركزه، بس ممكن بيحصل لقطه من اللقطات غالبا حاجات ما بتبقاش باينه ظاهريا في وسط الفريق، لكن ممكن يبقى عندك حاجه، عندك مشكله في مركز، عندك مشكله في حته، فهي دي الحاجات اللي ممكن غصبا عنك التفاصيل الصغيره هي اللي بتفرق معايا. ويمكن داني لما كنت موجود معايا في الفتره الموجوده هو دايما كان بيتكلم على دايما المدربين الاجانب اللي بيقول لك التفاصيل الصغيره هي اللي بتفرق، هي اللي بتعمل الفرق. ده انت خسرت كوره في اخر 30 ثانيه علشان باص غلط، علشان تركيزك قل، ما قابلتش حد بدري مثلا يعني. لكن كابتن، يمكن كابتن خالد عوضي عاش جوه الفرقه دي في وقت من الاوقات كتيره جدا وفي حضوري، فبالتالي هو عارف تفصيليا اللعيبه ديت ما عندوش لحظه تخاذل واحد. طبعا لما بيطلع بعد الماتش او بعد ما بيحصل حاله الدروب دوت او الخساره بتطلع بتبقى المنظر مش حلو. طيب استاذنا كابتن برضو زميل الملاعب وحبيبك يعني كابتن محمد عبد الوارث، ولقاء معاه وما ينفعش طبعا نكون في هذا اليوم الجميل. وازيك يا كابتن محمد عبر الهاتف طبعا. ازيك كابتن محمد؟ كابتن هيثم اخبارك ايه؟ وحشني والله ومشتاق لك بقى وتحليلاتك الفنيه حبيبي يا كابتن هيثم، ربنا يكرمك. الله، كابتن هشام هنا في الاستوديو بيمس عليك، وطبعا انتوا بقالكم يمكن ساعتين بس ما شفتوش بعض تقريبا. وهشوفه تاني على طول كمان ساعه، وهشوفه تاني النهارده اكيد عندكم تمرين مع بعض ان شاء الله. لا اكيد طبعا. كابتن محمد، يمكن شايف يعني البروجكت او المشروع اللي بيقدمه النادي الاهلي النهارده بتعاقد مع مدير فني يعني كلاس A في كرة اليد على مستوى العالم، مدير فني عالمي، وتعاقده معاه لفترة طويلة لونج تيرم بلان، انه 3 سنين بيعد لمشروع مع كرة اليد في النادي الاهلي، شايف ده ازاي يا كابتن محمد؟ والله بص، طبعا دي حاجة كويسة جدا ان النادي الاهلي بيفكر في المشروع ده، فانا شايف طبعا دي خطوة كبيرة جدا ان هم يبقى ديفيز موجود من مدربين طبعا كلاس سي، عنده خبرات في الملاعب، خبرات في التدريب، فالحاجات دي كلها طبعا هتفرق مع اللعيبه جدا. وهم تقريبا في معظم لعيبه كتيره اتعاملوا معاه اذا كان في المنتخب، فتقريبا هو كمان حافظ المصريين كويس جدا، فهيبقى التعامل مش هيبقى فيه صعوبه ما بينهم وبين بعض، فدي طبعا حاجه كويسه طبعا ان النادي يفكر في حاجه زي دي، فدي انا شايف ان حاجه خطوه كبيره جدا وخطوه كويسه جدا. طب يا كابتن، شايف التعاقد معاه لمده 3 سنوات، هل ده يعني مشروع توفير استقرار؟ لانه حضرتك الحقيقه احنا في الفتره الاخيره شفنا تغيير مديرين فنيين، يعني الظروف كانت بتستدعى ذلك، ولكن شايف تعاقد النادي الاهلي مع مدير فني بهذا الحجم لمده 3 سنوات ده يعني بحثا عن الاستقرار كجهاز فني عالمي بتوفير كل شيء لمده 3 سنوات عشان يبقى في استقرار فني حتى اللاعبين تشعر بالاستقرار ده، شايف ده كده كابتن في الاتجاه ده، ولا شايف يعني معنى تاني للتعاقد ب3 سنوات؟ لا طبعا الاستقرار ده طبعا شيء اساسي جدا ان هو يبقى موجود مع فريق بيبني جديد، فيه عناصر شباب كثيره، لا طبعا لازم يكون في استقرار، ودي خطوه كويسه جدا ان هو يبقى موجود بالمده دي عشان يقدر انتاج المدرب، مش هيبان من اول سنه طبعا، مش قبل 2-3، فدي حاجه طبعا كويسه، شايف ان دي حاجه ممتازه جدا ان كابتن خالد العوضي بدا يشتغل فيها والنادي الاهلي بدا يشتغل فيها، فانا شايف طبعا ان دي حاجه كويسه جدا ان 3 سنين دي، انا شايفها دي حاجه كويسه جدا طبعا. طب شايف يا كابتن النهارده مباراتنا مع طبعا ماكبرج الفريق الالماني في الدور قبل النهائي، شايف النهارده هنعيد الانجاز تاني بالصعود للفاينل زي 2007، ولا شايف المباراه صعبه النهارده يا كابتن؟ لا طبعا المباراه طبعا مش سهله خالص، بس ما فيش حاجه اسمها مستحيل،
ان احنا تعودنا جوه النادي الاهلي كده طبعا ان ما فيش مستحيل، قدرنا نعملها قبل كده ونقدر، قدرنا خدنا الميداليه الفضيه، فليه لا؟ الموضوع مش صعب، هو ملعب 60 دقيقه، موت نفسك ربنا هيكرمك، الموضوع مش يعني ما فيش حاجه اسمها مستحيل. اه فرقه محترمه، فرقه حاملت لقب السنه اخر نسخه، فطبعا الموضوع هيبقى فيه صعوبه بس ما فيش حاجه مستحيله ان احنا نقدر، ليه لا يعني. نعم، على رايك فعلا يعني ما فيش حاجه مستحيله وكل طبعا الامور وارده. كابتن محمد ابو وارث نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر طبعا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معانا عبر الهاتف. اجي لك كابتن هشام، يعني الناس كلها طمعانه النهارده وعشمانه في المكسب يا رب. كلنا ان شاء الله باذن الله كلنا خلينا نبقى متفائلين. اه موضوع الماتش مش 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 بالسهوله اللي احنا متخيلينها، لكن ان شاء الله باذن الله اللعيبه بتاعتنا يكون عندها من التركيز العالي قوي النهارده، يكون موجودين وحاضرين في الملعب، وانا متاكد مليون في المية ان هم حضروا للمباراه ديت كويس قوي. ان شاء الله خلينا نعمل خير ان شاء الله باذن الله. طب كابتن، يعني التعاقد مع مدير فني بهذا الحجم هي ايضا رساله للعالم كله، يعني انت النهارده في بطوله العالم كره قدم بتوصل يعني برونزيه مرتين ورا بعض وقبل ذلك كمان، ودايما بتشارك كممثل عن افريقيا، عندك كره اليد النهارده، عندك الباسكت بول النهارده بيشارك في الباسكت بول افريكان ليج وحظوظه عاليه جدا للفوز بيها والروح بطوله العالم. فهنا النادي الاهلي بنتكلم عن عالميه، عن تواجد عالمي، يعني الناس لما تتكلم على الانديه الانديه الكبرى في افريقيا رقم واحد، مش هتكلم على مصر بقى، مظبوط، رقم واحد النادي الاهلي. شايف النهارده التعاقد مع هذا المدير الفني بهذا الحجم هو كلاس ايه، وكل الصحف العالميه هتتناقل هذا الخبر بهذا المؤتمر الصحفي المشرف، شايف ده ماشي في التراك، ده ماشي في التراك العالميه النادي الاهلي؟ يعني مش زي ما قلنا مش هنبقى مخصصين اكتر لكره اليد، انا شايف ان المشروع دوت في جميع الالعاب بشكل كبير، يمكن هنتكلم خاصه اكتر على النادي الاهلي وتاثيره على النادي الاهلي. اه طبعا ان انت توصل عالميا، ان انت من نادي معروف محليا او معروف افريقيا اكتر، لكن اغلبيه الانديه في اوروبا يمكن لما بتيجي تقابل تسمع عن اسم النادي لازم الاول يبتدي يعمل الواجب بتاعه، يعمل ريسيرش بتاعه. دلوقتي الريسيرش بقى اسهل، بقى عارف كويس مين المدرب، بقى عارف يعني، حتى انا متاكد ان المدربين قبل حتى كمان قبل ما يتعاقدوا بيعمل الواجب بتاعه، بيعمل ريسيرش بتاعته، بيعرف هو رايح فين، بيعرف النادي عامل ازاي، حجم الجماهير بتاعته عامل ازاي، واعتقد الكلمه دي لوحدها بتعمل لهم رعب يعني. صحيح. فلا بالعكس، انا شايف ان دي بتبقى اضافه، واضافه كويسه جدا، واعتقد ان دي بتبقى اول خطوات. احنا النادي الاهلي يمكن بنتكلم على فيجن دايما سابقين اغلبيه الناس اللي موجودين حوالينا، فدايما باصين لحته ثانيه، لنقطه ثانيه، ودايما بنروح للنقطه دي الاول الحمد لله. فده بما ان احنا ناس بنفكر لقدام، دي من ضمن الحاجات اللي لازم نفكر فيها حاليا، ان انت محتاج تروح للعالميه، عشان نروح للعالميه محتاجين نعمل الكلام ده ونوفره من دلوقتي. خليني اقول لك كابتن انه يعني، وعايز راي حضرتك في اللي هقوله، النادي الاهلي عندما يتفوق ويعني يعمل الانجازات اللي بيعملها دي، فهو ايضا تفوق لكل المصريين طبعا، مش بس التفوق للكيان نفسه وتفوق لمصر، ولكن مدربين النهارده لما النادي الاهلي يؤدي اداء زي كده في الدمام، مزبوط، الطلب بيزيد على المدربين، بتواجده في كل اماكن، شايف ده ازاي يا كابتن؟ شايف ان احنا بقينا بننافس دلوقتي، يعني البطوله مقامها في السعوديه، لكن انا شايف الاصداء بتاعتها عامله ازاي من ان الصحف من بره. يعني انا شايف الاصداء بتاعت او الفيدباك اللي جاي من بره دوت، انت مش متخيل عامل ازاي في كل يعني لما تتفرج على جون بتاع الصده الاخيره بتاعه طه، اتفرج على ويب سايت اجنبي هو اللي جايبها من كل الزوايا وجايبها من كل اللقطات بتاعتها، وانا بصراحه يعني كنت قاعد مبهور. ربنا يحميك. فاكيد حاجه من الادوات المساعده هو ان انت لازم عشان خاطر اول الطرق ان انت يبقى عندك كمان السيستم دوت او النظام ده، وده بقى موجود دلوقتي، فاحنا نبقى مبسوطين كلنا على فكره كمنظومه، كلنا مبسوطين باللقطه طبعا، لان احنا هنستفاد كلنا اكيد. كابتن هشام انا طبعا نورتني وشرفتني، بشكرك ان انت كنت معانا النهارده في يوم مميز زي النهارده، بشكرك يا كابتن. انا اللي بشكرك يا انا موجود معاكم النهارده في الحدث بتاع ديفيد وتقديمه، واشكرك جدا جدا وشكرا ليك كابتن هشام عبد الوهاب، طبعا نجم النادي الاهلي ومدرب عام فريق السيدات بالنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. اعزائي المشاهدين، دي كانت تغطيتنا الخاصه طبعا وقائع المؤتمر الصحفي قديم مستر ديفيد، اللي الحقيقه بنتمنى له كل التوفيق، تبقى التوفيق ان شاء الله، ودعواتنا قلوبنا النهارده مع الفريق في قبل النهائي. بشكركم شكرا جزيلا حسن المتابعه، ولقاءات اخرى قادمه، شكرا جزيلا.